انا مريضك وانا عندي الصحه نخدم عليهم انايا ما نحتاج حتى شي واحد الحمد لله. عندي هذا المرض اخويا ما كنعاني به كثير، عندي الحريق دابا وعندي الصداع والقريص، ما كننعس بالليل لا نهار وما كناكلش وما كنشوفش النعاس، هو باقي حالي هذا المرض. ان حيدوا لي قريب شي نص كيلو ديال اللحم اللي تحيد ليا، واللي بغى يشوفه بعيني يجي يشوفه تيشوف بعيني، ما كنكذب ما والو، انا متكي ما كنوش ما نقد نبرك ما نقد نتمشى البيت الماء حاشاك، مع المريض تجيب لي السطل كندير فيه كلشي في بلاصتي، هي اللي واقفه مع خواتي هي مريضه بهذا المرض كتعاني معاونه معايا بزاف الله يرضي عليها الله يرحم ليها الوالد. أنا الأولى اللي مرت بالسرطان البزولة، حيت البزولة وتبعت الشيمي وتبعت البولة، يلا ساليت البولة هذه شي 4 شهور ولا مع 3 شهور باش كملت البولة، مازال عندي كونترول بزاف باقي عندي الكونترول، وعاد مرض ليا راجلي تا هوايا مرض ليا وشد الفراش هو اللي كان كيعيننا، يترزق الله ويمشي عند المحسنين وهذاك الشيء. عاد مرض خرج فيه واحد الفيروس ما عرفناش شنو هوايا، محنا وجريت معاه حتى هو للسبيطار ولو انا مريضه محنا باقا كندير البوله وكنجري معاه، راه الطب في ميريزكورا ولاو يعرفونا كاملين، وتبعت معاه تفتح وخرجته ومريض انا اللي كندير ليه الدواء، انا اللي كنداويه ندير ليه كلشي، وكان الماء ما يقدرش ينوض الماء كنجي سطل حتى لعنده، وكندير بنياتي للمدرسه، انا عليا كلشي الضغط كلشي الضغط عليا انايا، حمدت الله وشكرت الحمد لله والشكر لله، كندير بنياتي للمدرسه وعندي بنيه هذيك الكبيره ديالي عندها 7 سنين مريضه ليا حتى هي فيها الحساس اليوم، ما عنديش باش نداوي ندوز ليها صباح تكحب وبقات فيا بزاف، شريت ليها غسيل وقلت زعما باش يهمد عليها الحساسيه، بناتي بقاو فيا بزاف مريض وانا مريضك وانا عندي الصحه نخدم عليهم انايا ما نحتاج حتى شي واحد الحمد لله. كنتمنى عاش المحسنين ومن سيدنا ووزير الصحه يعاوننا والمعيشه ديالنا راه والو ما كاينش، الا ما جابوا لي الجيران ولا خوتي، انا ما عنديش والدي ميتين خوتي يجيو يطلعوا لي يعطوني شويه خوته هوايه، الا ما جابوش لينا هما راه ما كاينش منين ناكلوا.